كل شيء متشابه على هذه الأرض، فالهموم والآلام والآمال والمطالب واحدة في بلد ذاق أهله وشبابه ويلات الحروب والطائفية والفساد والتهجير. فما نراه من احتجاجات للطلبة أمام مبنى جامعة السليمانية في كردستان العراق هو ذات المشهد الذي رأيناه حين انتفض ثوار تشرين، وفي كلاهما يطالب الشباب العراقي بحقوقه باحثا عن حياة كريمة ومستقبل يليق بطموحه وتطلعاته للوقوف على أعتاب أوروبا بحثا عن اللجوء. المئات من طلبة جامعة السليمانية احتجوا على تجاهل الحكومة لمطالبهم منذ سنوات وعدم زيادة المخصصات المالية الممنوحة لهم لإكمال الدراسة وسوء الخدمات في أبنية سكن الجامعة، لكن سرعان ما بدأت قوات الأمن بقمعهم واستخدام الحل الأمني معهم دون التفكير بتنفيذ مطالبهم، فقد اعتقلت عددا من الطلبة وأصابت آخرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والهروات. مظاهرات السليمانية انطلقت منذ 4 أيام وامتدت إلى دهوك وأربيل ومدن أخرى شمال العراق، ولاقت تضامنا من متظاهري ثورة تشرين عبر وقفات لهم في ساحة التحرير وسط بغداد وساحة الأحرار وسط مدينة كربلاء. من ساحة أحرار كربلاء نجين ونستنكر الأعمال والممارسات القمعية اللي تمارسها حكومة كردستان إزاء المتظاهرين. تطورات المشهد في محافظات شمال العراق تأتي في ظل موجة الهجرة الأخيرة التي كان من ضمنها الآلاف من شبان تلك المحافظات الذين يعانون من الفقر والبطالة رغم أنهم من خريجي الجامعات والمعاهد الحكومية.